شعبية وجميلة جدا إن مصر بخير وشباب مصر بخير وعلماء مصر بخير، وإن شاء الله مصر مقبلة على نشر ثقافة المعرفة ومجتمع المعرفة بإذن الله تعالى في إطار تحول العالم كله إلى اقتصاد المعرفة إن شاء الله، وبإذن الله مصر تعبر إلى المستقبل على جسور المعرفة إن شاء الله بالبحث العلمي والتطوير والتعاون ما بين التعليم من جانب والمعرفة وثورة الاتصالات والمعلومات، وكل ده يأتي إلينا إن شاء الله بمنتجات وتطوير هائل في كافة المجالات.